اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج تفضلوا عندنا. النهارده هنعمل طاجن سباكيتي بكور الكفته مع الجبن، وهنعمل كمان سلطه الفاصوليا. والحاجه الحلوه بتاعتنا عباره عن صوابع السافويار مع الاناناس، هنعملها حاجه كده شبه التشيز كيك. تعالوا مع بعض نشوف وصفه النهارده او وصفات النهارده عباره عن ايه، بس بعد الفاصل. رجعنا تاني بعد الفاصل، تعالوا مع بعض بقى نشوف كور الكفته اللي بالسباكيتي. معانا لحمه متعصجه او متبله بالبصل والتوابل ومكورينها بالطريقه دي. كل اللي هنعمله ان انا بس هحط زيت اسخن وبعدين اقول لكم بقيه الوصفه. ومعانا مكرونه سباكيتي مسلوقه، طماطم مخليه، صلصه طماطم، جبنه بارميجان وجبنه موتزاريلا، وكمان كريمة لباني. اول حاجة ان انا هحط كده كور الكفتة، هحطها هنا كده تستوي براحتها، وعبال ما تستوي هحط هنا البشاميل مع الكريمة مع صوص الطماطم. ممكن احط الاول صوص الطماطم كده، مع الصلصة، احاول كده اشقلبها. وبالراحة جدا عشان بس ايه الكور تفضل الكور، يعني ما تفكش مننا. خليها كده. ونقلب ده كده لحد ما احس ان هو اتسبك. طيب عقبال ما الكفته تستوي تعالوا نشوف السلطه بتاعت النهارده. سهله وبسيطه جدا، مكوناتها سهله قوي. عندنا ايطاليان صوص مع الفرنش صوص، هنقلبهم كده مع بعض. نقلبهم كده ومعاهم البصل المتقطع جوليان. انا اصلا ما قلتلكمش المكونات عباره عن كان ايطاليان صوص وفرنش صوص وبصل متقطع جوليان وفلفل اصفر. عايزه اقول لكم لطيفه قوي، بس المهم تتحط في الثلاجه وتبقى ساقعه، يعني هي عايزه تتاكل ساقعه شبه السلطات بالمايونيز. وبعدين فاصوليا مسلوقه، نقلب كده، ولا هنحط عليها ملح ولا فلفل ولا اي حاجه، مش محتاجه اي حاجه. الايطاليان صوص متبل كويس قوي، والفرنش صوص عباره عن بيبقى فيه نسبه مايونيز ففيها الاملاح والفلفل وكل حاجه. هي بس كل اللي علينا ان احنا نحطها في الثلاجه قبل ما نغرفها. طيب ابص كده على الطماطم. طيب ايه رايكم بقى نطلع فاصل يكون الكفته خلاص استوت والطماطم اتسبكت، وبعدين نرجع نعمل كمان الحاجه الحلوه بتاعتنا. خليكم معايا. رجعنا تاني بعد الفاصل، اهي الطماطم مع الصلصه تسبكوا. هحط شويه من البشاميل، يعني 4 معالق كده بتوع الاكل، وهقلب، وهحط معاهم
الكريمة وهقلبها كده. بس ومع اول غلوة هحط معاها المكرونة. طيب عقبال ما تغلي بقى تعالوا نشوف الحاجة الحلوة بتاعتنا النهاردة عبارة عن ايه. السلطة انا حطيتها في بولة السلطة وهي خلاص خلصت. تعالوا بقى نشوف الحاجة الحلوة عبارة عن ايه. عبارة عن قهوة سريعة الذوبان معاها اناناس، كومبوت اناناس بالعصير بتاعه، وكريم تشيز، حليب مكثف محلى كريز. هعمل ايه بقى؟ هحط ميه عشان لو احتاجنا. هحط اول حاجه القهوه سريعه الذوبان معاها العصير بتاع كومبوت الاناناس، ادوبه كده. ريحته طلعت جميله جدا عايزه اقول لكم. طيب وبعدين هحط الحليب المكثف المحلى هقلب بقى الحليب المكثف المحلى كده مع عصير كومبوت الاناناس بالقهوه سريعه الذوبان، هقلبهم كويس قوي. يعني شايفه خلاص مش محتاجه. ممكن نحط المكرونه دلوقتي. نحط بقى كده البسكوي كده. طبعا الوصفة دي تتحط في التلاجة بعد لما تخلص على الأقل ساعتين، يعني أقل حاجة ساعتين، من ساعتين بقى لست ساعات هتبقى النتيجة حلوة قوي. هحط كده، ممكن نحط كده وممكن نغمسها ونحطها، بس يعني انا حاسة ان الطريقة دي اسرع وما نحطش كتير، يعني لان البسكويت ده اصلا طري جدا بيطرى بسهولة. نحط كده حبة كمان هنا. ما يفضلش ان الاطفال يعني ياكلوها عشان طبعا فيها نسبة كافيين عالية قوي، يعني انا محبهمش ان هما ياكلوا حاجة زي كده. طيب ابتدي بقى احط دي كده واضغط. افردها كده طيب. عقبال بس ما ايه احط بقى المكرونه دي عشان نلحق نخلصها.
احطها كده احسن. شايفة الكمية دي كفاية. وبعدين هنفردها كده، بعدين نحط الكفتة. نحط الجبنة الموتزاريلا كده عليها، يعني ممكن نغطيها كمان. ومعاها الجبنة البارميجان. بس وندخلها الفرن. انا عايزه بس ندخلها الفرن ان الجبن دي تسيح عشان كل حاجه اصلا مستويه. طيب خلاص كده ابتدي بقى اكمل دي. نرص كده تاني هنا. احطه كده بشويش ومش كتير زي ما قلت، يعني هو خلاص كده يدوبك. ابتدي بقى احط الاناناس كده. بس وزي ما قلت لكم مفروض تتحط في التلاجة. احطها كده بقى. بس دي كده خلصت. تاني هفكركم دي عملناها ازاي. دوبنا الحليب المكثف المحلى مع قهوة سريعة الذوبان مع العصير بتاع كومبوت الاناناس، وحطينا كريم تشيز في النص زي ما انتم شايفين. وما تنسوش موضوع ان احنا نحطها في التلاجة 6 ساعات. طيب نبص كده على المكرونة.
شايفين شكلها عامل ازاي؟ شكلها حلو قوي قوي، عايزه اقول لكم. وطعمها ان شاء الله كمان يعجبكم، بتبقى لطيفه جدا. لو جالنا ضيوف ممكن نعملها في طبق بايركس اكبر من كده، مع حجم او كميه كفته اكتر من كده. يعني انا شايفه ان دي تقضي 6 افراد حلوه قوي. النهارده عاملين اكل ينفع للضيوف، عاملين حاجه حلوه ممكن نعملها قبليها بليله، وعاملين كمان سلطه فاصوليا سهله جدا وبطريقه جديده، وعاملين كمان المكرونه الاسباجيتي زي ما انتم شايفينها كده. ان شاء الله تكون الوصفات النهارده كلها عجبتكم. نراجع بقى تاني مع بعض عملنا ايه. عملنا سلطه فاصوليا بالفلفل الاصفر والبصل، وحطينا عليها ايطاليان صوص وفرنش صوص من غير اي ملح او فلفل ولا حتى زيت. وكمان عملنا تارت الكيك او البسكويت سافوايار مع الاناناس مع الجبنه اللي فيها نسبه من القشطه، مع كمان القهوه ثلاثة الذوبان. واخر حاجه عملناها مكرونه سباكيتي بكور الكفته مع الكريمه والبشاميل وعصير الطماطم، وحطينا عليها جبنه موتزاريلا وبارميجان ودخلناها الفرن، وبقت بالمنظر اللي انتم شايفينه ده. يا رب تكون الوصفات النهارده عجبتكم، واشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده. باي باي.